أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، 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 وإذا مرضت فهو يشفين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين. وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن، 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 وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، 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 فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، 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 لتسكنوا فيه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا، لجعله ساكنا، لجعله ساكنا، لجعله ساكنا،
لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهرها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 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 إنه هو السميع العليم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله 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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 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 وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أدخلوها بسلام آمنين، أدخلوها بسلام آمنين، أدخلوها بسلام آمنين. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، هدى وشفاء، هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا، وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، وارحمهما، وارحمهما كما ربونا صغارا. بسم الله يبرينا، بسم الله يبرينا، بسم الله يبرينا، من كل داء يشفينا، من كل داء يشفينا، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد،
ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر الشياطين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدوا وتحاذروا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرأ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرأ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرأ بسم الله
اللهم داونا بدوائك، اللهم داونا بدوائك، اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واشفنا بشفائك، واشفنا بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، اصرف عنا وعن أهلنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الرحيم، وأنت الرحيم، وأنت الرحيم. رحمت يعقوب فرددت عليه بصره، ورحمت يوسف فنجيته من الجب، ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء، أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة. اللهم يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اصرف عنا عيون العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، ومكر الشياطين، ومكر الشياطين، ومكر الشياطين، وكيد الكائدين، وكيد الكائدين، وكيد الكائدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اشفنا بحولك وقوتك وجبروتك، اشفنا بحولك وقوتك وجبروتك، اشفنا بحولك وقوتك وجبروتك. إله الحق، إله الحق، إله الحق. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم صل على النبي محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا،
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
اللهم احفظ كل عين اصابت في طاعه الوالدين، اللهم احفظ كل عين اصابت في طاعه الوالدين، اللهم احفظ كل عين اصابت في طاعه الوالدين، اللهم ابطل كل سحر اصاب في طاعه الوالدين، اللهم ابطل كل سحر اصاب في طاعه الوالدين، اللهم ابطل كل سحر اصاب في طاعه الوالدين، اللهم احفظ كل عين اصابت في صله الارحام، اللهم احفظ كل عين اصابت في صله الارحام، اللهم احفظ كل عين اصابت في صله الارحام، اللهم ابطل كل سحر في صله الارحام، اللهم ابطل كل سحر في صله الارحام، اللهم ابطل كل سحر في صله الارحام. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله لا إله إلا الله.